مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عرض جديد من حصتكم بنت رمضان. هذه الحصه اللي تجيكم على قناه النهار تي في كل يوم في نفس الموعد. كما عودناكم في كل عدد نجيب لكم وصفه جديده، ما تروحوش بعيد نشوفوا الشيف بشرى طيبتنا اليوم. عاود عليكم مشاهدينا الكرام، كما عودناكم توجور مع الشيف بشرى. مساء الخير شيف. مساء الخير. مساء الخير. الحمد لله. الحمد لله. صافا. الحمد لله. شيف واش حطيبين اليوم؟ اليوم عندنا ان شاء الله حريره مغربيه. فوالا. واش نسحقوا فيها؟ نجيو بزاف لي زانغريدي. فيها عندنا اللحم، عندنا بصل وثوم، عندنا الزيت، راس الحانوت، فلفل كحل، طوماطيش كونسونطري، عندنا العدس، فارينه، خل، كرويه، قصبر ملحي، ملح وشويه زعفران وقرفه، بلس لي ليغوم تاعنا زروديه والقرعه واللفت، طوماطيش، وان بوكي غارني دو فيه كرافس ونعناع والحشيش مقطع. فوالا، و بلس الماء. دابا معنا نبدا طريقه التحضير دابا. فوالا نبدا بسم الله. عندنا شويه زيت نحشو. هذا صاجي نديرو بارد في بارد، ما نقلوش انا المرسو تاعنا تاع اللحم، توجور نديرو مرسو تاع اللحم كي يطيب نحوه ونفتتوه ونميكسيو كاع الخضرة اللي عندنا تاع اللحم، تما كي نكملو نرحوها. فوالا، ما تحقش تقطعي الخضرة الرقيقة. فوالا، عندنا البصل هكا يتقطع، الثوم هكذا. عندنا الخضره تاعنا. واش اصلها هاد الحريره؟ هادي حريره مغربيه، مغربيه يديروها صحابها صحاب الغرب، مي كل واحد والطريقه تاعو كيفاش يديرها. الحريره تختلف فوالا من الجهه لجهه، ماهيش لي با فيكس. عندنا لو بوكي غارني تاعنا، عندنا العدس، نديرو غير شويه عدس، نبداو لي زيفيس، نبداو بالملح، شويه ملح، عندنا شويه قزبر ملحي، عندنا زعفران. شويه قرفه، فلفل الكحل توجور حاضر كاع على البلا. فوالا توجور عندنا راس الحانوت، الكرويه باش الكرويه نخلوها هي الاخرى مع الفارينه والخل. كيفاش نديرو الكرويه مع نخلطوهم كيفاش؟ نخلطوهم، نديرو الخل، نديرو الكرويه تاعنا، نخلطوهم ونديرو لو لوفا كيما نقولو حنا لوفا، فارينه، نحلوها شويه ماء، ونديرو الكرويه تاعنا ونتقلو بها الحريره تاعنا. فوالا، ونديرو الكرويه مع الحشيش مقطفه مع الاخر. فوالا، نخلو كل حاجه تتقلى. ديجا كي تشمي فيها ريحتها بنينة مع القلية راهي. فوالا فوالا نمويوها. ونخلوها تغلي، كي طيب نحو المغصو تاعنا تاع اللحم و لي ليغوم تاوعنا نرحوها ونفتتو اللحم نرموه لداخل في الحنة. يعطيك الصحة بشرى. الله يسلمك. وانا نخليك تكملي طيبي الحريرة تاعك ونقول لك نعاودو نولو بعد الفاصل. اوكي. إذا مشاهدنا الكرام فاصلة ونعود على مائدة التقديم. عودة لكم مشاهدنا الكرام، عاودنا تلاقينا على مائدة التقديم. الحريرة تاعنا واجدة شاف. فوالا حريرة، ودرنا خبز الدار، درنا الجلجلان والسانوج، ودرنا بالزيتون. يعطيك الصحة. الله يسلمك. صحة فطورك. الله يسلمك مريم، صحة فطوركم. الله يسلمك. إذا مشاهدينا الكرام صحة فطوركم، وصلنا في العدد القادم.